السلام عليكم، الاسم ديالي انا يا عبد العاطي العزاوي من مدينة الشماعية. كنبحث على الابن ديالي محمد العزاوي، يحيى العزاوي، اللي اختفى يوم الاربعاء 18 يناير 2023، كيدرس بثانوية 30 يوليو بمدينة الشماعية. خرج في الساعة 4:30 من المنزل، ومن ثم بقى ترجع. كان لابس سيرفيت كحلة ودير طاقية ولبس برديلة كحلة. خرج بأنه باش يقتني بعد اللوازم الرية ديال من عند العم ديالو، ومن بعد ما تعطل اتصلت بالعم ديالو وأكد لي بأنه ما شافوش، ومن تم بركت كنبحث عليه تقريبا شي ساعتين. اكتشفت بأن الهاتف ديالو ما كاينش وغير مشغل، ومن ثم التجأت للدرك الملكي، قمت ب إبلاغهم بأن الابن ديالي تم اختفاء ديالو في ظروف غامضة، ولحد الساعة راه باقي ما عندي حتى شي خبر عليه. السلام عليكم، السيدة مصباح عائشة، كنسكن بمدينة الشماعية بالضبط في درب شرف بارك. ابني المختفي سميتو عزاوي يحيى، كيقرا في 30 يوليوز ثانوي بالقرب بين المنزل ديالنا. خرج مع الربعة باش يمشي للمدرسة يقرا، فإذا به لم يدخل إلى القسم. خرج، المهم حتى وصلت العشية مع المغرب لم يعود إلى المنزل. المهم تما بدينا كنقلبو، فإذا به لم نلقاه في أي مكان، ما لقيناه حتى في بلاصة، لا عند العائلة ديالو لا عند الأصدقاء، حتى واحد ما عطانا شي خبر. من تلك المدة إلى من يوم الأربعاء 18/1/2023 إلى اليوم لم نلقى له خبر ولم نجده. كنطلب من شافه من سمعه يتواصل بينا، رحنا كنتسناوه. الرقم راه كاين تحت الصورة، حنا كنتسناوه وكنطلبوا من اللي كيعرفوا واللي كيشاهدوا واللي يسمع هذا النداء يتصل بينا. الله يرحم والديه، الله يجازيهم بخير. رحنا كنتظروه، حنا ما بغينا منه والو، ما بغيناش الدراسة، ما عجبتوش الشماعية، حنا مستعدين نمشيو لأي مدينة كتعجبو. حنا في استطاعتنا عندنا إمكانيات، في مكان الخبز غادي ناكلو، سواء في الشماعية أو في يوسفية أو في مراكش أو في الدار البيضاء. كنطلبو من شي واحد شافو ولا يسمعو يتصل بينا، راه ما طلبتو حتى حاجة. حنا راه ما كنسبو في حتى واحد ولدنا، لأن ولدنا مشى بوحدو سواء بالإرادة ديالو، الله اللي عالم بيه. وجزاكم الله خيرا. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.